من أول حرب 7 أكتوبر، من أول العدوان الإسرائيلي على غزة، الجانب الإسرائيلي في الحقيقة كان دايما بيصدر لنا زي ما أنتم كنتوا بتتابعتوا، يصدر لك إيه؟ أسطورة العقيدة القتالية العسكرية، وإنه الشباب الكيان دايما إيه، شباب يعني شايف إن دي العقيدة دي مهمة واخدها سمة أو صفة بيعبر بيها دايما عن نفسه وعن كيانه يعني. لكن الحقيقة طلعت الأسطورة دي كاذبة تماما، وطلعت ما فيش أسطورة أصلا. ليه؟ لما شفنا كشفها، طبعا كشف الكلام اللي هقوله لحضراتكم ده، شاب عنده 18 سنة تحدث في عدة تقارير صحفية بعد حبسه 30 يوم. 30 يوم دول هو كان رافض التجنيد تماما. الشاب اسمه تال ورفض التجنيد وتم حبسه 30 يوم، وبعد ما خرج قرر انه مستمر في رفضه، يعني مش عايز يبقى موجود في الخدمه العسكريه، وقال انه يعني ما عندوش مشكله يبقى مهدد بالحبس مره تانيه، وعنده اصرار غريب جدا، خلت بعض الصحف العالميه الحقيقه تحاول ان هي تعمل معاه يعني احاديث وتتكلم معاه بشكل كبير وتعرف سبب الرفض، سبب الرفض للحرب عنده، وانه كان شايف انه رافض هذه الحرب تماما ومش حابب اللي بيحصل فيها، وكان كمان شايف ده بشكل كبير يعني بتفاصيل كتيرة ذكرها في عدة مقالات صحفية، عكس اللي بتصدر لنا عن الشباب ان هم يعني عايزين يدخلوا الحرب وان هم جاهزين في ان هم يبقوا موجودين في هذا الكيان وايضا في الخدمة العسكرية. تعالوا نعرف ايه الموضوع وايه التفاصيل. دكتور محمد عبود، استاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور استاذة شفقي. يعني الحقيقة هذا الخبر وأخبار كثيرة جدا يمكن بتدينا إحساس بأنه يعني يمكن الجيش الإسرائيلي والاحتياطي والشباب مش جاهزين بما فيه الكفاية، رافضين لحالة الحرب دي. خلينا نتفق في البداية أن 100 يوم من الحرب حمل زائد على المجتمع الإسرائيلي. تمام. من ناحية المجتمع الإسرائيلي بعد 100 يوم بدأ أصوات تشكك في قدرة إسرائيل على الانتصار على المقاومة الفلسطينية، وخرج عدد من كبار الكتاب في إسرائيل يبشرون بهزيمة إسرائيل. نخوم برنيع ده أهم كتاب صحيفة يدعوت أحرنوت على الإطلاق، خرج بعنوان رئيسي في مقاله في الصحيفة يقول علينا أن نتعايش مع الخسارة. كذلك نير أراد وهو أهم محلل تلفزيوني في إسرائيل على المستوى السياسي قال أن فشل إسرائيل في إعادة المخطوفين والانتصار على حركة حماس بعد 100 يوم من الحرب الشرسة ضد القطاع هو وسمة عار على جبين الجيش الإسرائيلي وعلى جبين حكومة بنيامين نتنياهو. وبالتالي فإن هذا الجندي الإسرائيلي وهذا الشاب الإسرائيلي تال الذي رفض الخدمة العسكرية هو جزء من آلة تدور في إسرائيل الآن، وتعتقد أن إيقاف الحرب هو شرط رئيسي لإعادة المخطوفين الإسرائيليين لدى المقاومة. تمام. تال رفض الخدمة العسكرية وخرج في فيديو مشهور جدا يقول أنه سوف يتحمل السجن 30 يوم مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية في غزة، ودعا إلى وقف الحرب. لكن المشكلة أن تال ومجموعة من الإسرائيليين محدودة للغاية تطالب بإيقاف الحرب، ونظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، وحملت سيدة في 50 تقريبا من عمرها لافتة مكتوب عليها كفى أوقفوا المجزرة، مكتوبة بالعبرية. وفي هذه اللحظة انقبضت عليها الشرطة الإسرائيلية طبعا، التي يتولى قيادتها وزير الأمن الداخلي المتطرف بن جبير، واعتدت على المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية بالضرب، وفرقتها ومزقت هذه اللافتة العبرية التي تطالب بإيقاف الحرب. ومن ثم حكومة بنيامين نتنياهو تريد مواصلة هذه الحرب، وتقمع أي أصوات سواء شباب يرفضون الخدمة لاعتبارهم أن الحرب هي عملية انتقام، أو سيدات من أهالي المحتجزين يريدون وقف الحرب لإخراج أبنائهم.
في مقابل المواصلة أو الإصرار على الحرب التي استنفذت أهدافها، فلما لم يحققه الجيش الإسرائيلي في 100 يوم يحققه في 200 يوم. أكيد. لكن طيب اسمح لي نتنياهو تود مواصلة الحرب لمد عمر بنيامين نتنياهو السياسي. طبعا من خوف نتنياهو أساسا من المحاسبة. طيب خليني دكتور محمد بعد كده التحليل السريع أستأذن حضرتك فيه. هنا نحن هنا نتحدث عن تغير، مش عايزة أقول تغير العقيدة الإسرائيلية أنها لا تتغير على مدى العقود، لكن هل تتغير بعض الأفكار لدى الشباب؟ يعني هل تتغير بعض الأفكار لدى الشباب؟ وهل هناك تغير لأنه ما يرونه من إبادة موجودة في قطاع غزة جعلهم يستنفرون ما يحدث؟ في الواقع المستوى الإعلامي في إسرائيل مستوى يعني يسير بشكل سيء للغاية. يعني خليني أقول لك، من متابعة الإعلام العبري، لم ينشر في إسرائيل رقم مقتل أو استشهاد أكثر من 25,000 فلسطيني إلا في صحيفة واحدة في زاوية مهملة من هذه الصحيفة، وهي صحيفة هارتس. تمام. أما بقية الصحف فلم تتناول هذا الإحصاء الرسمي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية لا بالسلب ولا بالإيجاب. ما يصل للمواطن الإسرائيلي عبر إعلامه الرسمي هو مشاهد عن انتصارات إسرائيلية وهمية في القطاع. لكن هذه المشاهد تدحضها الجنازات الإسرائيلية اليومية والمتتالية، وبالتالي يبدأ الشارع الإسرائيلي في الاستسلام لوسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن معلومات، ويبحث كذلك عن معلومات باللغة الإنجليزية أو عبر بعض الفضائيات العربية التي تتوجه للخارج بصفحات سوشيال ميديا بغير اللغة العربية. وبالتالي حقيقي بدأ يحصل عند الشباب الإسرائيلي هزة. لكن أحب أن أشير لمسألة مهمة، أن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة سواء في الضفة الغربية أو القطاع هي ظاهرة قديمة في الجيش الإسرائيلي، تعاني منها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، نظرا لأن أنت لا تقنع إلا بما هو مقنع، ولا يستطيع أحيانا الجيش الإسرائيلي إقناع الشباب الإسرائيلي بعدالة القضية، بعدالة الاحتلال، بعدالة ما يدافع عنه الإسرائيليون. صحيح. ومن ثم وجدنا طيارين إسرائيليين يرفضون المشاركة، ولو إن أعدادهم محدودة، لكن يرفضون المشاركة في قتل وقصف المدنيين خوفا من المحاكمات الدولية أمام الجنايات الدولية لاحقا، أو خوفا من عواقب ضميرية أو ما شابه. وكذلك أثناء المظاهرات ضد بنيامين نتنياهو عدد كبير جدا من جنود الاحتياط لوحوا برفض الخدمة العسكرية ما لم يكف بنيامين نتنياهو عن القوانين الديكتاتورية. ومن ثم المجتمع الإسرائيلي في حالة استقطاب شديدة، واضح، ما بين اليمين واليسار، ما بين الجنود الاحتياط الذين يشكلون القوام أو الغالبية العظمى من قوام الجيش الإسرائيلي، وبين القوى اليمينية المتطرفة التي تدعو للحرب والعدوان على القطاع والفلسطينيين بشكل عام. أنا أعتقد كمان أنه ربما لأنه النسيج المجتمع الإسرائيلي ليس نسيج واحد ولا هو يعني متماشي، كلنا عارفين أن هم من دول مختلفة، من بلاد مختلفة، وأيضا من يعني مجموعة من الجنسيات اللي هي التي أتت من دول، فبالتالي هو عايز يعيش جوه المستوطنة بقى ويكمل حياته وعيلته ويبقى مستمتع بالأشياء الاجتماعية، ولكن أن تأتي له الحرب هو مش جاهز لها، خصوصا في مرحلة الشباب. يعني نتمنى أن نرى النور أو الخير، ولكني لا أصدق أي تغير في العقيدة الإسرائيلية. خلينا نتمنى الخير، أن يرونا أي خير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية جامعة عين شمس.